السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم كريبتو انفستيفلي. انا من لدينا شرح عن موقع الياتير اكس. قبل البدايه في الشرح لا تنسوا الاشتراك في القناه وتدعمنا بالضغط على زر اللايك للسمنة ان شاء الله. كما ترون معي هذه واجهه الموقع. اول شيء طريقه التسجيل، تقوم بوضع هنا الموبايل نمبر واللوجين باسورد والسكيورتي باسورد، وتدخل هنا الانفايت كود تجدون اسفل الفيديو، اي يمكنكم التسجيل من الرابط مباشره. تدخل الكابتشا وتضغط على ساين اب، بعد ذلك تقوم بالدخول الى حسابك. كما ترون معي اول شيء هذه الوايت بيبر الخاصه بالموقع كما ترون هنا. طبعا ستجدون رابطها اسفل الفيديو. طبعا كما ترون هنا يمكنكم الاطلاع عليها وقراءتها. طبعا ستجدون رابطها اسفل الفيديو في الوصف. اول شيء الموقع سيعطيك 10,000 تي ار اكس مجانا عند التسجيل. طبعا هنا الايداع، من هنا طريقة الايداع، ساريكم طريقة الايداع. تختار اما ترانسفير تو بيزك اكونت او بريميوم اكونت، ريتشارج تو بيزك اكونت اند ريسيف انكم اكوردنج تو سريلانكا تايم زون كما ترون معي هنا افري داي. طبعا تختار ترانسفير تو بيزك اكونت، سيعطيك هنا الادرس تقوم باخذها كوبي كما ترون معي. الحد الأدنى للإيداع هو 1 USDT أو 5 TRX. نقوم بالإيداع، سأقوم بالإيداع أمامكم. نقوم بأخذها من هنا كوبي ونقوم بإرسال هنا 30 TRX. نضغط على send sign كما ترون معي transaction submitted. بعد ذلك نضغط على done وكما ترون معي تم الارسال. بعد الارسال تقوم بالضغط على recharge completed وستنتظر ظهور الايداع الخاص بك. هنا user withdrawal، من هنا السحب. هنا التيم، ستجد هنا level 1 level 2 level 3 وهنا profit list ستجدها هنا. هنا basic income promotion income، هنا رصيد الاحالات الخاص بك كما ترون هنا البروموشن، هنا الوالت اكونت، هنا جوين تو بي اترون مليونير. يمكنك قراءة هنا الديتيلز حول الكلاود مايننج، هنا 8.2%. يمكنك رؤية من هنا التريدينج ليست. هنا البلاتفورم داتا ديسبلاي، هنا الممبرشيب الى غير ذلك. هنا اباوت اس، وي ار ات اور بيست. هنا الكلاود مايننج، يمكنك قراءة معلومات حوله. الجلوبال بارتنرز مثل بيتمين، بايننس، كوين ميت الى غير ذلك. الان سنرى اذا وصل الايداع الخاص بنا. طبعا كما ترون معي قد وصل الايداع هنا 10,030 TRX. طبعا بعد وصول الايداع يمكننا السحب. اذا ناتي من هنا نقوم بادخال هنا الديلي ليميت، نقوم بادخاله هنا 2 فاصل نقوم بإحضار الوالت الخاصة بنا. نضغط على كونفيرم وكما ترون معي تم السحب. طبعا الآن سننتظر وصول السحب وأريكم إثبات السحب. طبعا هنا في السجل التليجرام خاص بهم، يمكنك التواصل معهم عن طريق التليجرام. وهنا في النوتيفيكيشن ستجد هنا بعض المعلومات عن الموقع مثل الخطط الى غير ذلك. كما ترون معي الخطة الاولى من 5 الى 50,000 TRX تحصل على 8.2%، من 50 الى 200 ستحصل على 10.80%، من 200 الى 300 ستحصل على 12.8%، من 300 الى 500 ألف ستحصل على 15%، وآخر خطة 22.8% عند الإيداع أكثر من 1 مليون TRX. وهنا أرباح الإحالات. طبعا ستجدون كل المعلومات كما ترون معي. يعني الليفل الأول ستحصل على 13%، الليفل الثاني 5%، والليفل الثالث 2%. طبعا الآن نذهب للتأكد من وصول السحب الخاص بنا. ندخل إلى الأدرس الخاصة بنا والت. كما ترون معي قد وصل السحب قبل دقيقة كما ترون هنا. هذه هي ترانزاكشن تايم، هنا الترانزاكشن اي دي كما ترون معي هنا. طبعا ستجدون رابط الموقع اسفل الفيديو. الى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الموقع. طبعا انصحكم بالايداع في هذه المواقع.
ستجدون كل المعلومات في الوصف. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر اللايك. نستمر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.